صوت واحد كنا صحنا Thank you.
احنا شبابك صوت الثورة، احنا شبابك صوت
Thank you.
اليوم وقفة طلاب اعتصامات جامعات كربلاء الأهلية والحكومية أثبتت وجودهم اليوم في ساحات الاعتصامات في كربلاء لإلقاء إحدى الاحتجاجات لإقماع هذه الحكومة الفاسدة من مكانها وتشكيل حكومة جديدة وشعب جديد إن شاء الله بوجود هاي الأبطال اللي أثبتت وجوههم إن كانت النساء أو الطالبات أو كان من الرجال كذلك، وحققت إن شاء الله المطالب، وإن شاء الله نتأمل من الله التوفيق ومن كل الجهات إن شاء الله وقوف معنا بهذه الاعتصامات حتى تحقيق المطالب، وصامدون وباقون في هذه الأماكن من اعتصامات وساحات التحرير أو ساحات الاعتصامات الموجودة في باقي المحافظات ومحافظة كربلاء، باقون هنا حتى تحقيق المطالب تامة، وأولها تشكيل رئيس وزراء أو لجنة من قبل الشعب. أهم نقطة اللي هاي نريدها هي تشكيل لجنة وتشكيل رئيس وزراء اللي الشعب هو يريده، لا ينتمي لأي حزب ولا هنالك. جاتنا بعض الأخبار أنه تابع إلى أحزاب أو تابع إلى سياسيين آخرين اللي هم إحنا ما نريدهم نهائيا وجذريا، نريد نقلعهم من مكان. فأغلب الشعب وأغلب الأصوات اللي إحنا نقول نريد شخص يرشح روحه أو جهة سياسية أن الشعب يكون مصدر السلطات حتى توافق عليها، مهما كانت جهة سياسية أو جهة تابعة له أو حزب معين يأيده ويرفع على رئاسة هذه المنصب رئاسة الوزراء، لازم الشعب أول صوت يوصل إليه يوافق عليه. فهنا أمشي الشعب يوافق على هذا الصوت إلا يتم ترشيحه من قبل رئاسة الوزراء. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا طلبة معتصمين جامعة كربلاء المقدسة مستمرين بالدوام خلال هاي الفترة الزمنية المضت 4 أشهر. الاعتصام مستمر خلال هاي المدة الفائتة، يعني مدة 4 أشهر لازلنا مستمرين كطلبة معتصمين جامعة وارث الأنبياء ومعتصمين جامعة كليات كربلاء بأجمع. بالنسبة للأضراب الطلابي احنا إن شاء الله مستمرين بالاعتصام ونطلع مسيرة كل أحد موعدنا، وإن شاء الله مستمرين بالدعم اللوجستي للمتظاهرين ومستمرين تواجدنا هنا من مبيت من كل تفاصيله، وإن شاء الله ما راح نرجع إلا بتحقيق المطالب كافة. بعد هاي الوقت اللي قطعناه مستحيل نرجع، والله إحنا حالنا حال أي ساحة ثانية. إحنا رفضنا أي مرشح من الأحزاب بداية الأمر وما زلنا مستمرين على هذا الشيء، ومحمد توفيق الله ومرفوض جملة وتوصيله من ساحة كربلاء ومن جميع الساحات. ما راح يلبي طموحات الشعب وتطلعات الشباب الثار، وما أعتقد راح يقضى على الأحزاب، وهذا مو أمننا ولا طموحنا، ومحمد الله ومرفوض. طبعا الاعتصام الطلابي مستمر كل يوم أحد، وإن شاء الله راح نحقق ولو شيء هدف صغير، وإن شاء الله الطلاب راح يكونون معتصمين. طبعاً إحنا إلى حد مسيرة مستمرة لحد ما نحقق مطالبنا وأهدافنا. إحنا كطلاب إعداديات مستمرين بالاعتصام ومساندة التظاهرات حتى تحقيق المطالب المشروعة، وأيضاً ما زلنا نرفض تنصيب محمد توفيق علاوي رئيساً للوزراء لأنه لا تتوفر فيه الشروط التي وضعت من الشعب، وهي أن يكون غير جدلي وغير مشارك بالعملية السياسية السابقة. احنا كطلاب اعداديات طلاب اعداديات كربلاء مستمرين بالاضراب، ومطالب الساحات هي نفسها انه مرشح رئيس الوزراء يكون غير جدلي، وحتى لو يعني هم اختاروا رئيس وزراء واحنا ما ردنا اللي هو محمد توفيق علاوي وهو مرفوض من الساحات. من ساحات الاعصام لعلن اضرابنا العام الطلابي الى تحقيق المطالب، وإلى هنا نصل إلى مرشح محمد توفيق علاوي الذي رفضه الشعب، وسوف نطرح شخصيات بعد المواصفات التي طرحناها سابقا مع معاييرها، وسوف يقبل مرشحنا على مرشحهم وإن شاء الله النصر. أنا واعد أني ما يمشد علي لا تجين وكحشي باسم الوطنية. Come on.
طلاب الوطن مشاكرية. Go!
ما يريدون. ومما نراه مهما يقتضي التنويه عليه ان تأييد المرشح من عدمه هي حالة صحية للمجتمع يمارس فيها الشعب حريته، وعليه لا نود رؤية اي خصام بين مؤيد ومعارض لترشيح اي كان. وكما نعلن عن استمرار مسيرتنا الطلابية الموحدة ليوم الاحد من كل اسبوع دعما لساحات التظاهر والمطالب الحقة. ومما يجب الإشادة به الهتافات والشعارات التي رددها الطلبة من كربلاء والتي كانت وستبقى وطنية مؤيدة لمطالب المعتصمين رافضة للفساد والفتن والتفرقة. حفظ الله العراق ومثقفيه من الطلبة الصامدين والثائرين الأبطال، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yeah.
بدك شميش؟ سواء كان اكو دوام او ماكو دوام احنا مستمرين وداعمين الحين تحقيق المطالب اللي اختيار رئيس وزراء غير جدلي والتصويت على مرشح الشعب الحالي واقرار قانون الانتخابات والانتخابات المبكره وان شاء الله مستمرين وما نموت. احنا نطالب بالتغيير، ما نريد ولا واحد من ذول الحراميه. احنا نطالب بالتغيير الحكومه الشرعيه، الحكومه ما نريد الاحزاب. شلع قلع ومستمرين منا لحد ما يطلبون مطالبنا. شلع قلع وحتى جانها وياهم. واحنا ان شاء الله واقفين ومستمرين على الاضراب والمسيرة الطلابية المليونية مال يوم الاحد، والطلاب والجماهير اللي طالعة بساحات الاحتجاج رافضين محمد توفيق. نحن اليوم يدا واحدة، وكذلك نعاهد أسر الشهداء وأولاد الشهداء وزوجات الشهداء أننا يدا واحدة مستمرون على ما بدأناه وما سقط من أجله أولادكم وما سقط من أجله أولادكم وآباءكم وأزواجكم. نحن اليوم مستمرون لأجل تحقيق المطالب، وهذا أقل شيء نستطيع أن نقدمه إلى الشهداء فداء لدمهم الغالي الذي سقط على تراب هذا الوطن العزيز. من أرض كربلاء العزة والإباء جاءتكم هذه الطبقة من الطلبة، القميص الأبيض راية للسلم، باقون ونتمدد. الطلبة هم الصوت الواحد والمقرر لهذه الحياة والمرشح للرئيس القادم الناقل من هذه المرحلة إلى الانتخابات القادمة. صوت الطلبة والاعتصام باقي ويتمدد. إن عاد البعض للدوام لا يعني ذلك الانتهاء، لنا العديد من المطالب. أنا أحد الطلبة الذي أمثل نفسي، لم تخرجني إلا القضية. لا بعقال نرضى ولا بعمام الرئيس كون منا ولبس كمامة، كون مدمع عيونه وبش على الصار تاج يكون ماكو علم على الهامة، كون بثورة اكتوبر يماش الناس مو بس بالزيارة يكلف جدامة، بصدر الغاز نايم ما شرد ما خاف كون انترس من دخان نرثامة، بصدر الغاز نايم ما شرد ما خاف كون انترس من دخان نرثامة، يسمع من حكينا ومن شمسنا يضوق إذا يحكي الشعب ينفق صدر جامع. طلبة جامعة كربلاء مستمرين باعتصامهم وأضرابهم، هم الطبقة الواعية المثقفة اللي حالياً اللي هي تعتبر ديمومة المظاهرات،
طلبة جامعة كربلاء كان لهم موقف مؤثر، وطلب مو طلبة جامعة كربلاء فقط، لا طلبة الجامعات في كربلاء الأهلية والحكومية مسيراتهم مستمرة، ضحوا بمستقبلهم، ضحوا بمحاضراتهم وقت ما بقى عندهم، لكنهم مستمرين. قضية الوطن قضية يعني لا عليها غبار، المفروض الإنسان ما يتوانى عنها ولا يتأخر عليها. عتبنا على شارع الكربلائي، عتبنا على طبقات المجتمع الباقية، وينها من الساحة؟ الساحة فارغة، فقط الطلاب، وقت الطلاب يكون الطلاب، لكن باقي الأوقات وين الشارع العراقي؟ وين الأبو التجاوز اللي فلشوا البيت على رأسه قبل فترة؟ وين الفقير؟ وين عيال الشهداء؟ كل هذه الطبقات وينها؟ كلها تتخلت عن الوطن. Yeah.